السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية النهاردة، يا ترى مين هو الحاكم وقائد الجيوش اللي قتل ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين مين هذا الحاكم؟ هو الحاكم الأموي عبد الملك بن مروان، وقائد الجيوش هو أبو الحجاج يوسف الثقفي، والقتيل والشهيد هو عبد الله بن الزبير ابن العوام. هنعرف الحكاية دلوقتي بالتفصيل، وهذه الحكاية حاولت ألخصها من كتب التاريخ القديمة، كتاب السيوطي جلال الدين السيوطي تاريخ الخلفاء، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير، ومحاضرات متنوعة صوتية ومرئية للدكتور عمرو خالد والدكتور طارق السودان والإعلامي المشهور الأستاذ محمود سعد. يلا نعرف البداية والحكاية. الحكاية كان في صداقة بين بعض الشباب. هؤلاء الشباب هم عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير بن العوام وعروة بن الزبير بن العوام، مع مين؟ مع عبد الملك بن مروان. وكانوا كل دول في نهاية شهر رمضان يصلوا مع بعض ويدعوا الله عز وجل عند الكعبة ان ربنا يوفقهم ويحقق اهدافهم، وكل واحد كان له حلم وهدف. عبد الملك عايز يبقى حاكم لكل بلاد المسلمين، عبد الله بن الزبير عايز يبقى حاكم لمكة، مصعب بن الزبير عايز يكون حاكم للعراق فقط، عروة بن الزبير عايز يكون حاكم، عايز يكون داعية اسلامي وليس حاكم. تمر الايام ونجد عبد الله بن الزبير يصبح حاكم لمكة المكرمة، ومصعب يتولى حكم العراق، وعبد الملك بن مروان يتولى حكم الشام ويصبح خليفة وحاكم بعد والده مروان بن الحكم. وتبدأ شخصية عبد الملك بن مروان تتغير، خلاص بقى هيبقى حاكم. ايه اللي حصل؟ قبل الحكم وقبل الخلافة كان بيكثر من الصلاة وقراءة القرآن، وكان يفضل يصلي في الليل، وبرضه من فترة الظهر العصر يفضل يصلي ويقرأ القرآن كتير. فأول لما عرف ان هو هيبقى حاكم، بيقول لنا ابن كثير في البداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية، مسك المصحف يعني مسك القرآن بدل ما يقراه أطبق القرآن يعني قفله، وقال هذا آخر العهد منك، خلاص انتهى كل شيء، علاقتنا بالقرآن يلا نركز ايه في السياسة. ابن كثير برضو في البداية والنهاية بيقول لنا عن عبد الملك بن مروان بعد توليه الخلافة والحكم صفاته اتغيرت، فبقى عنده اقدام على سفك الدماء، وكان عماله يعني الوزراء على نفس مذهبه، ومنهم الحجاج يوسف الثقفي والمهلب. وفي أواخر سنة 72 هجرية وبداية سنة 73 نجد الخليفة عبد الملك بن مروان يصدر أوامره لأبي الحجاج بن يوسف الثقفي إن هو يقضي على حكم عبد الله بن الزبير، فيقوم بمحاصرة مكة المكرمة لمدة 6 شهور، ويمنع الطعام والشراب عن ابن الزبير، وبعد هذه المحاصرة يتم إعلان الحرب عليه ويقتل ابن الزبير، ويتم قصف مكة بالمنجنيق، والحرب كانت تدور على أرض الحرم المكي، ويموت ابن الزبير شهيدا، ويتم تعليق جثته كالذبيحة لعدة أيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودي كانت قصة الحاكم وقائد الجيوش اللي قتل ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.